Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Nabil Naim bin Azharuddin. Warakam tasjil wahid isnani sifrun wahid sitah wahid tis'ah. Al-yawm sanuqaddimu lakum anil mawdu al-ima wa huwa ahad min masalikul illah. Al-muqaddimah fil asas tahtawi al-qawanin allati wadda'uha al-nas ala ma'na al-mahdud. بحيث إذا طبق شخص القانون فإن المقصود من أحكام القانون يتحقق أولا يقول أهل الحق من جماعة العلماء الشيعة إن العلة هي المخبر على الشريعة فإذا قيل أن السكر لا يؤدى إلى الحرم الخمر فمعنه أن طبيعة النبرة أو دلالة على الحرم المسكر وبناء على هذا رأيي فإن القانون أشول يتطابق بحضور تلك الطبيعة لا بحضور الناس. ثانيا يجادل العلماء حنفي بأن العلة هي بالفعل مخبر للوجود قانون لكن إنشاء القانون هو الناس نفسه وليس العلة التي هي المخبر لأن الناس هو الذي يولد القانون. ثالثا يرى العلماء المعتزلة أن الأمر في حد ذاته يؤثر على القانون الذي يقوم على القول بأن القانون يتبع مصلحة والمفسدات إذا كان هناك شيئا يحتوي على مصلحة فهناك ربح في فعله وإذا كان هناك شيء يحتوي على الأنصار المفسدات فهناك حاجة لابتعاد أنه رغم الناس في شكل الوحي لم يأتي بعد. الإيماء من حيث علم الصرف مصدر لفعل رباعي أو ما يومئ ومعناه في اللغة الإشارة. لا يوجد مصطلح الإيماء في علم الأصول في زمن السلف ولكن الفكرة موجودة. كان الإمام الغزالي أول من جعل اسما لهذه الفكرة ثم سماها الإيماء. تعريف الاصطلاح: هناك فرقتان من العلماء، الفرقة الأولى اعتمدوا على قول ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل، يعني ما دل بالتنبيه والإيماء لا بوضعه بل باقترانه، وهو كل اقتران لحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيدا. والفرقة الثانية اعتمدوا على قول الشيخ عبد الرحيم الإسنوي في كتابه نهاية السول، وهو ما يدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن. والآن سأقدم نوعين من الأنواع الإيماء. نوع الأول تعليق الحكم على علة بالفاء، وذلك تأتي في لسان الشارع والراوي من شارع أن تكون الفاء دخلت على لسان الشارع، أن يضبط الحكم بعلة من خلال استخدام حرف عطف وهو الفاء. على سبيل المثال في آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يشير الحرف الفاء في هذه الآية إلى علاقة بين الحكم القطع اليد وعملية السرقة. هذا الارتباط بشكل إشارة تدل أن السرقة هو العلة لقطع اليد. ثم من راوي تعليق الحكم على علة بالفاء في غير كلام الشارع ما رتبه الراوي بالفاء، مثلا كقول عمران بن حسين أن النبي صلى بهم فسهى فسجد سجتين ثم تشهد ثم سلام، رواه أبو داود. فعلة السجود هو نسيان أو سهو. ثم نوع الثاني ترتيب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، أي ترتيب الحكم مع بيان الشرط وعقوبة. على سبيل المثال كما قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها عذاب ضعفين، وقوله تعالى: ومن يتق
الله يجعل له مخراجا أي لأجل تقواه لأن الجزاء يتعقب الشرع ويلازمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن ذكره مفيدا، والخلو عن الفائدة من العبس وهو محال من الشرع وهو محال من الشارع. أولا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل إنك تدخل على بني فلان وعندهم حرة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليس بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الثانية، أن التعليل يستفيد من شكلين، بمعنى الأول هو الظاهر الناس في اللفظ أو في اللفظ، إذ إن لفظ كلمة إن من الألفاظ التي تفيد العلية ظاهرا، والثاني هو الإماء، وذلك بترتيب ويتبع الحكم على الوصف إماء إلى كون الوصف علة. ثالثا، لم يقم طوافها إلا لعدم نجاستها وعيالها دفعا لسؤال السائل، لم يكن لذكره فائدة ومنفعة، وكان ذكره عبثا لا سيما وهو من الوادهة والبيانة التي لا ينبغي أن تذكر للتعلم في ذاتها، وإنما تذكر لقصد وغرض التعليل بها. ثم نأتي إلى أقسام الأخرى، يعني نحي الشارع عن ما يمنع من الواجب. الاختصار في معنى إن المنهي أنه يكون مانعا من تحقيق الأعمال الواجبة، مثاله النحي عن البيع وقت النداء للصلاة الجمعة الوارد قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المقصود من هذه العبارة هنا الشريعة صلاة الجمعة في يوم الجمعة الأولى لدى كل المسلمين من الأعمال الأخرى كالبيع وغيرها. نقطة الرابعة، وزر البيع، يعني صيغة الأمر إلى أنه يقصد معنى النهي، لأن النهي طلب ترك الفعل، فهو طلب لترك البيع، ولما كان كذلك، وقد ذكر عقب أحكام الجمعة، فإن هذه تشير إلى أن النهي عن البيع علته المنع من السعي الواجب إلى الجمعة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنوصل إلى النوع الخامس، وذكر الحكم عقب الحادثة. التعريف، وذلك بأن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بالصفة صدرت منه، يعلم أن هذه الصفة إلا ذلك الحكم. والوجه في هذا القسم أن علم الشارع بأمر حادث وحكمه بحكم كالترتيب عليه بفاء التأكيد، ومثاله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت وأهلكت، قال ما صنعت؟ قال واكعت أهلي في نهار رمضان، قال له النبي عليه وسلم اتك ركبه. الحديث من أخرجه البخاري كتاب السهم. من هذا الحديث فالحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب حكاية الرجال يمع إلى أن الجماع في نهار رمضان هو العلة في العتق.
ثم الآخر النوع السادس التفرق بين أمرين في الحكم. التعريف: أن يفرق الشارع في الحكم بين أمرين بذكر وصف أحدهما، فيشعرنا أن ذلك الوصف إلا لذلك الحكم، وإلا لم يكن لتخصيص بالذكر فائدة. مثاله في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، رواه الترمذي. من هذا الحديث فإنه ليس فيه التنسيس على تورث غير القاتل، لكن الحديث يفرق بين القاتل في عدم الإرث وبين غيره من الوارثة بذكر صفة القاتل، فإنهم خصص القاتل بعدم الميراث، فدل ذلك على أن القاتل إلا لعدم الإرث. هذا فقط مني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم آخرا الخاتمة. الإماء أيضا في سن القوانين بشكل كبير، بهذه الطريقة سيكون من أسهل خبراء الفقه أن يجيدوا العلات المختلفة الموجودة في مختلف القضايا الحياة يومية، ثم وخاصة القضايا الفقهية التي تطلب اليقين أو تحديد القانون، لأن المشكلة إلا بهذه الطريقة هي أن الفقهاء سيتمكنون في نهاية المطاف في وضع القانون في مختلف القضايا التي تحدثوا. هذا فقط منا، شكرا.